توجه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الاجتماع العاشر لوزراء تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط بعد توقف دام نحو 8 سنوات. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الاجتماع يستهدف متابعة وتفعيل مبادرات التعاون بين دول منطقة اليورو متوسطي، مضيفا أنه من المقرر مناقشة دعم التعاون التجاري بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي وبحث توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة وشاملة. وأشار قبيل إلى أن الاجتماع سيتناول تحديث معاهدة قواعد المنشأ لليورو طبعا متوسطية، ومساعدة دول جنوب المتوسط على موائمة تشريعاتها الصناعية مع التشريعات الأوروبية من خلال اتفاقيات الموائمة وتقييم المطابقة للصلع الصناعية.